السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدرسة المنتزه الخاصة. معاكم النهاردة من سارة رمضان، وهنشرح مع بعض درس طريق المعالي. طريق المعالي ده نص حفظ للصف الخامس الابتدائي، وهو درس من دروس اللغة العربية. طيب، طريق المعالي كان للشاعر محمد عبد المطلب، بيتكلم فيه عن أهمية العلم وضرورة العلم للوصول إلى المجد. بيقول النص معانا: إن كنت تبغى المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واظب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلا، كن بالعلوم ولوعا ترقى المقام الجليلة، واتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلة. العلم للمجد باب يا من يروم الدخول، والحر للمجد يسعى ويسهر الليل طولا، لولا العلماء سهرنا بالجد ليلا طويلا. ده النص بتاعنا يا سنة خمسة، هو سهل مش صعب، واهم حاجة ان انا برضو عايزكم تحفظوا هذا النص. طيب تعالوا كده نشوفوا ايه الكلمات اللي صعبة فيها عشان نعرف نشرحه. المعالي هي الدرجات الرفيعة ومفردها المعلى. طيب معنى اهدى يعني ارشد. طيب معنى سبيل طريقا. طيب معنى واظب، واظب يعني استمر. معنى مجدا مجتهدا. طيب دهرا يعني زمنا. طيب ولوعا، ولوعا يعني شديد الحرص، او ممكن اقول عليه شديد التعلق. ترقى يعني ترتفع، المقام المنزلة. طب الجليل العظيم. طلق يعني تنال، الجزاء الثواب، المجد الشرف او الرفعة، يروم يطلب، يسعى يعني يمشي، العلا يعني الرفعة او علو المنزلة، الجد يعني الاجتهاد. دي الكلمات الصعبة اللي احنا ممكن نقابلها في النص ده. طيب اتعب كمان معناها اجتهد. محمد عبد المطلب بيكلمنا في النص ده بيقولك ان كنت تبغى المعالي، يعني اذا كنت طريق تريد المجد والعلا والرفعة، ما فيش غير طريق واحد بس هو اللي انا امشي فيه عشان اصل الى العلم، وهو طريق الايه؟ المجد. طب انا عايز اصل الى المجد وما قدامنيش غير طريق العلم بس هو اللي امشي فيه، أعمل إيه؟ طالب العلم المفروض يعمل إيه؟ واظب عليه مجدا، يعني أن يواظب ويجتهد على طلب العلم دون ملل. كل حاجة هيعملها. طيب كن بالعلوم ولوعا، يعني لازم يتعلم العلوم المختلفة، يتزود بالعلوم المختلفة. وهيعمل إيه تاني؟ وهيتعب النفس، يعني يجتهد ويسعى لطلب العلم. عملت كل ده حصل إلى المجد والعلا والرفعة. العلم للمجد باب. شبه العلم كأنه ايه؟ باب. الباب ده هيدخلنا في بيت، البيت ده هو بيت الايه؟ المجد. وبيقولك كمان ان الانسان الحر بس هو اللي بيسعى الى المجد، يصل الى المجد بيسهر الليالي الطويلة، لان مفيش حاجة بتستحق السهر والتعب والجهد غير بس الايه؟ الوصول الى المجد. طيب يعني الشاعر في النص كله بيدعونا الى الاجتهاد في طلب العلم، لان هو السبيل الوحيد والطريق الوحيد للوصول الى المجد. كل انسان لازم يجتهد في طلبه دون ملل في جميع مراحل عمره، يعني ما ينفعش مثلا يقولك انا لسه صغير المفروض ما ذاكرش، لا لازم تجتهد عشان تصل الى المكانة العليا والرفيعة. لازم نجتهد ونجد ونسابر في طلب العلم عشان يحقق الهدف والوصول الى المجد. النص ده مليان مواطن جمال. العلم أهدى سبيلا، سبيل يعني طريق، هو العلم طريق. هو شبه هنا العلم بأنه إيه؟ طريق، طريق بيسير فيه الإنسان. طيب واظب، أطلب، ده أسلوب إيه؟ واظب أهو أسلوب، أيوة، أمر غرض النصح والإرشاد. طب ولوعا إيه الجمال فيها؟ سهلة، مش إحنا قلنا في المعاني إن ولوعا كلمة تدل على معناها شديد الحرص؟ يبقى في مواطن الجمال هنقول عليها ايه؟ كلمة تدل على ايه؟ شدة الحرص. طيب اتعب اسلوب ايه؟ امر، عشان اجتهد في طلب، يبقى اسلوب امر للحث على الاجتهاد في طلب العلم. طيب العلم للمجد باب، هو العلم للمجد باب. صور المجد كأنه ايه؟ كأنه البيت، والعلم هو الباب اللي هيقدر يدخل الانسان الى طريق الايه؟ المجد. هو الباب الوحيد اللي هيوصلنا للمجد هو باب العلم. طب تعالوا كده يا سنة خمسة نراجع مع بعض النص كده كأنه سؤال وجواب. من قال هذا النص؟ كنا قلنا اسمه ايه؟ الشاعر محمد عبد المطلب. طيب البيت الاول بيقول ان كنت تبغى المعالي فالعلم اهدى سبيلا. طب صور هنا العلم كأنه ايه؟
كأنه طريق يسير فيه الإنسان، عشان في بيت تاني صور العلم بحاجة تانية. بعدين ما أفضل طريق للمعاني؟ هو طريق العلم. طيب ما السبيل لتحقيق العلم؟ إن أنا لازم أواظب وأجتهد على طلب العلم. طيب ما النصائح التي تصل الإنسان إلى الدرجات الرفيعة؟ مش حاجة واحدة. أول حاجة لازم أجتهد في طلب العلم، وتاني حاجة لازم أتزود بالعلوم المختلفة دون ملل. طيب لو ما نتيجة حرص الإنسان على العلم؟ لو أنا حرصت على العلم إيه نتيجتي؟ هيصل الإنسان إلى الرفع والمقام العظيم. كيف تلقى الجزاء الجميل؟ حلقة الجزاء الجميل كده إزاي؟ بسهولة؟ لا، لازم أتعب النفس في تحصيل العلم. البيت اللي بيقول لي العلم للمجد باب يا من يروم الدخول، هنا صور المجد كأنه إيه؟ كأنه بيت، وصور العلم كأنه باب. إحنا قلنا الإنسان الحر بيسعى إلى المجد، فيحقق ذلك أيوة بالسهر الليالي الطويلة. يبقى إحنا كده شرحنا درس طريق المعالي، وإلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.